يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: حدثت لي مشكلة كبيرة في البيت، ونذرت فقلت لو حل الله مشكلتي فسأقوم الليل إلى أن يتوفاني الله، وبعد فترة لم أوفي بنذري، فهل علي شيء في هذا؟ هي نعم، هذا نذر واجب، لأنها نذرت طاعة، وليس معنى تقوم الليل كل الليل، بل تقوم من الليل ما تستطيع وتنام. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وينام، فتقوم من الليل ولا تقوم الليل كله، وهذا يلزمها في كل حياتها، حتى ولو كانت عاجزة تصلي وهي جالسة. الصلاة أمرها سهل، تصلي وهي جالسة. نعم، إذا كانت لا تستطيع الركوع والسجود تومي، إذا جاز هذا في الفريضة ففي النافلة أو في النذر من باب أولى، فهي لا تدع قيام الليل، وليس معناها أن تقوم الليل كله، فإنما تقوم منه. نعم.